شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شارك في يوم الصلاة من أجل الشرق الأوسط اللي دعا إليه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمدينة باري بإيطاليا لكل بطاركة الشرق الأوسط. رفع البابا تواضروس صلاته باللغة العربية من أجل الشهداء والمصابين، كما صلى قائلا: نسألك يا الله أن تمنح سلامك للعالم وأن تنهي الحروب بمنطقة الشرق الأوسط. نصلي أيضا من أجل الشهداء الذين راحوا ضحية الحروب والعنف. Perché un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe Medio Oriente. Questa giornata inizia con la preghiera perché la luce divina diradi le tenebre del mondo. Abbiamo già accesso da